السلام عليكم. النهاردة بقى حلقة منتصف رمضان، الناس اللي دخلت كيتوجينيك دايتس من اول رمضان ونفسها تاخد تمر ونفسها تاخد فول، ازاي تعمل كده وهي جوه الكيتو. انا دكتور احمد عبد الباري، استناني بعد الفاصل هشرح لكم برنامج اسمه كارب سايكل. مهم جدا البرنامج ده تبقى انت فاهمه عشان تطلع من رمضان ما بين الكيتو ما بين اللو كارب وعارف انت بتعمل ايه. انتظروني بعد الفاصل. السلام عليكم. طبعا مبدئيا كده برنامج الكيتو دايتس هو برنامج بينخفض فيه نسبة الكربوهيدرات الى حوالي 20 جرام كربوهيدرات، بس مقابل ذلك انت بترفع الكفة التانية من الطاقة اللي هي الدهون وبيتبقى كفة اسمها البروتين بتبقى ثابتة في جميع الانظمة الغذائية. كيتو دايتس برنامج بيستهدف لتخسيس اوزان الكبيرة والاوزان الصغيرة، بس بشرط انك انت تبقى انت ظابط املاحك وازاي تحول جسمك الى ماشين من حرق دهون. راجع حلقة ازاي تحول جسمك الى ماشين الى حرق دهون عشان في شروط مهمة جدا بتخضع لجسمك ان هو يتحول الى حالة حرق دهون. مبدئيا كده نسبة البروتين بتبقى نسبة نزيهة في جميع الانظمة الغذائية اللي هي 0.8 او 0.7 في وزنك، فانت نسبة البروتين هي نسبة نزيهة، لو زادت في اي نظام بتتقلب ضدك وبتثبت وزنك واحيانا بتزود الميزان بتاعك، حتى لو انت في الكيتوجينيك دايت اللي بيعتقد بيه الناس ان هو نظام غني بالبروتين. لا، خلي بالك لو انت فضلت مأفر في البروتين في الكيتوجينيكس حتى في مرحلة الفات ادابتد اللي هو جسمك ينقل على مصدر الطاقة الاخر، انت ممكن تثبت بمجرد انك انت بتاخد بروتين فوق طاقتك. فانت في برنامج الكيتوجينيك دايتس انت برضو بتحسب لنفسك كمية البروتين بتاعتك عشان ما تطلعش بره حالة الحرق. الناس بقى اللي نفسها في الكيتو دايتس تاخد تمر وتاخد فول وتخضع لبرنامج الكيتو، طبعا مبدئيا كده الكيتو دايتس ما فيهوش لا تمر ولا فاكهة ولا حليب ولا حتى البقوليات. ليه يا دكتور؟ عشان نسبة الكارب فيهم عالية، فانت لما تدخل كارب عالي مقابل ذلك تعمل ايه؟ تهدي من جرامات الدهون. هي نسبة وتناسب. يعني ايه؟ ما ينفعش انت تبقى انت تاخد فول وفاكهة وتمر وفي نفس الوقت رافع كفة الدهون وتقول انا كيتو، ما انت كده مش هتبقى كيتو، انت هتبقى كاتاكيتو. طب اعمل ايه يا دكتور؟ اعمل حاجة اسمها كارب سايكل. دايرة الاسبوع كام؟ ردوا عليا 7 ايام، مفيش غيرهم. نفترض مثلا ان انا سبت وحد طول هرفع فيهم الكارب وحقلل فيهم الدهون، هيتبقى لي الاثنين الثلاث الاربع خميس جمعة، دول هكون انا فيهم في برنامج كيتو مقلل الكارب ورفع الدهون. فلذلك انت في اليومين اللي انت هتقلل فيهم دهون استطاعك ترفع كربوهيدرات وتتمتع بالبقوليات في برنامج الكارب سايكل زي الفول او فاكهة 200 جرام بعد الوجبة الكاملة، وتاخد بعض الحليب بعد الوجبة الكاملة، بس مقابل ذلك لازم تنفذ الشروط. اكتب بقى ايه هي الشروط. لازم تحافظ انك انت تاخد الفاكهة والتمر والحليب بعد الوجبة الكاملة، والوجبة الكاملة تحط عليها 1000 خط، لان يعني حديث الساعة جميع جروبات التخسيس ودكاترة كتير جدا دلوقتي بدأوا ينصحوا بالوجبة الكاملة. الوجبة الكاملة بتاعتنا عبارة عن بروتين وخضار والدهون اللي جوه البروتين. طبعا انت في برنامج اللو كارب دايتس بتحط نسبة دهون بسيطة وبتحط البروتين بتاعك المتحدد وبتاخد خضروات، دي اسمها وجبة كاملة. لو انت قعدت تأزأز في البروتين لوحده وتأزأز في الخضار لوحده، يبقى كده اختل عنصر من عناصر الوجبة الكاملة اللي ممكن يثبتك في الوزن. فانت لو نفسك في فاكهة، نفسك في تمر، نفسك في بعض الحليب بعد الوجبة الكاملة، مع انك انت تحافظ على الشروط الاتية. التمر يكون من الرطب. ليه يا دكتور؟ عشان ما تقعدش تمص هنا يتزلط على طول، عشان ينزل يستخبى وسط الخضار والالياف وياخد وقت عبال لما يرتفع مستوى السكر في الدم. وكذلك نفس الفاكهة، كذلك نفس الحليب، كل دي من السكريات اللي بترفع مستوى السكر في الدم. فلذلك لازم انت في خلال اليومين دول مهتم بالفايبر مع البروتين والدهون عشان تقدر تاخد الجزء ده. دي اول شرط من شروط الكارب سايكل. تاني شرط من شروط الكارب سايكل، ما ينفعش ميزانك يبقى تالت يوم في اليومين اللي فيهم كارب عالي اللي هو فيهم فول وفاكهة. ليه يا دكتور؟ لان وارد جدا الميزان بيعلى نتيجة ارتفاع الكارب لانه متعلق بارتفاع بعض من الانسولين. طب اعمل ايه يا دكتور؟ اخلي الكارب سايكل بعد ميعاد الميزان. يعني مثلا لو انت ميزانك كل جمعة، يبقى تعمل ايه؟ اليومين الكارب عالي تاخدهم جمعة وسبت وتوزن يوم الجمعة الجاي في ميعاده عشان تحس بنتيجة. يبقى انت ميزانك كل جمعة
وقبل يوم الجمعه ماشي 5 ايام كيتوجينيك دايتس ويومين اتنين لو كارب دايتس. ومهم جدا وانت بتطلع لو كارب دايتس بالنبي زود الاكتيفيتي شويه، لو عندك مشاه اطلع امشي كل يوم نص ساعه جسم، مش عشان خاطر النص ساعه دي هتحرق لك البلح ولا هتحرق لك التمر ولا هتحرق لك الفاكهه ولا هتحرق لك البقوليات، لا هي نص ساعه دي هتساعد لك على تنظيم مستوى السكر في الدم، مش هيعلى، لان انتوا عارفين النظام الصحي هو انك انت تنظم مستوى السكر في الدم فجسمك يظل في حاله حرق مستمر، لانك انت هرمونات الحرق الدهون معتمده على ان السكر بتاعك يكون مستقر فالانسولين يكون اكثر استقرارا، فبالتالي هرمونات الحرق تطلع تحرق الدهون وتشكل جسمك. مهم جدا تحافظ على المكملات الغذائيه وملح البوتاسيوم يقل في اليومين اللي هم اللو كارب دايتس. ليه يا دكتور؟ عشان برفع كارب، كلما رفع الكارب لازم اقلل املاح واقلل ايه؟ واقلل ملح البوتاسيوم. يبقى اذا يوم الجمعه ويوم السبت تقلل في الليمون المخلل، توقف الليمون المخلل، تاخد زيتونتين ثلاثة، وتقلل من ملح البوتاسيوم من معلقة ملح بوتاسيوم في اليوم إلى نص ملعقة ملح بوتاسيوم، وتعاود الكيتوجينيك دايتس على يوم الحد بنفس شروطه وبنفس مبادئه إلى حين الجمعة، ويوم الجمعة والسبت تطلع لو كارب دايتس، وهذا ما يسمى بالكارب سايكل، ويبقى أنت ما حرمتش نفسك من اي شيء سواء في رمضان او غير رمضان. شير في كل جروبات التخسيس عشان الناس تعرف يعني ايه كيتوجينيك دايتس. طبعا الكيتو دايتس برنامج ناجح جدا وناس كتير جدا بتنقده ودكاترة كتير بتنقده، دكاترة كتير بتم نقد الكيتوجينيك دايتس لانه بيقول لك ايه؟ انك انت لو سبت النظام هتتخن تاني. طب يا حبيبي انت لو سبت اي نظام في الدنيا دي كلها ما انت هتتخن تاني، ده رقم واحد. رقم اتنين اللي انت ما تعرفوش، انت اصلا يا حبيبي في سمنة متزايدة. يعني ايه في سمنة متزايدة؟ يعني بدون اي دايت وسايب نفسك للدقيق والسمنة والرز والمكرونة هتلاقي نفسك بتزيد وانت مش على نظام. راجع كده وزنك من حوالي 5 سنين وراجع وزنك من حوالي 15 سنة وشوف تسلسل الوزن، تشوف ان هتلاقي نفسك في الطالع من غير ما حد يلمسك، ده رقم واحد. فانت لو تركت اي نظام غذائي سبته وقعدت ترجع تاكل سكريات وحلويات وجنج فود ما انت بالتالي هتتخن، حتى لو كان هرم غذائي وسبته هتتخن، لو لو كارب دايت سبته هتتخن، لو سعرات سبته هتتخن. فانت لازم تقتنع. راجع حلقه تحول جسمك الى ماشين من حرق الدهون، انا قلت ايه؟ ان ما اقتنعتش ان اللي جاي من عمرك اسلوب حياه قل على الدنيا السلام. يا رب تكون الحلقه كده عجبتكم، شير ولايك وسبسكرايب. دكتور احمد عبد الباري، وما توفيقي الا بالله، عليه توكلت. السلام عليكم.